والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل إن شاء الله أخواننا في محاضراتنا محاضرات مادة ميكانيكا التربة، وهنتكلم إن شاء الله يا شباب عن موضوع جديد في المواضيع بتاعت ميكانيكا التربة، اللي هي هتكلم عن دمك كومباكشن أوف سول، دمك التربة. طبعا الدمك أخواننا من الحاجات المهمة جدا جدا، وبيتطلب يا جماعة معرفة في الجزيرة. طيب دمك التربة دي الخواص طبعا احنا درسناها، تكلمنا عنها يمكن بإسهاب كثير، أخذنا عليها أمثلة كثير وطبقنا عليها الشغل بتاعنا، الناس ممكن ترجع لها لو في حاجة إن شاء الله، الناس ممكن يعني نراجع مع بعض إن شاء الله كده سريع، ما في مشكلة إن شاء الله. الأمثلة كان كلها حليناها وراجعناها مع بعض، نذكر آخر حاجة والجزئية. طيب دمك التربة، الدمك من الخواص برضه أخواننا مهمة جدا جدا في دمك التربة. طيب الهدف من الجزئية دي يا جماعة إنه نتعرف على دمك التربة في مشاريع التشييد. الهدف انه شنو ليه نحن نعمل ذات الدمك للتربه في المشاريع بتاعتنا. النظريه، نظريه الدمك اللي هو الدمك بيتم كيف، كويس الطريقه اللي بنعمل بيها العمليه بتاعت الدمك. حاجه مهمه جدا جدا اللي قدام هنشوفها اللي هي اخوانا تحديد اقصى كثافه جاف. طبعا اخوانا الحاجه دي مرتبطه بشنو يا جماعه، اقصى كثافه جاف مرتبطه بشنو يا جماعه، باعمال الدمك في التربه ونسبه الماء المناظره لها في شنو في المعمل. طبعا يا اخوانا عشان نعمل عمليه بتاع الدمك بنحتاج شنو يا جماعه، نحتاج نستخدم شنو، نستخدم ماء عشان نعمل بيه اخوانا عمليه بتاع التخمير لشنو للتربه، فعاوزين نحدد نسبه المويه المناظره دي. كويس. ايضا اخوانا تحديد الكثافه الجافه للتربه في الموقع. احنا طبعا اخوانا عرفنا كيف نحدد الكثافه الكليه او الكثافه الرطبه للتربه اذا كان في الحقل واذا كان في شنو في المعمل. طيب ايضا يا جماعه تحديد نسبه درجه دمك التربه ومقارنته بالمواصفات الهندسيه المحدده لشنو للمشروع. يكون في مشاريع اخواننا عندها شنو يا جماعه، عندها نسبه درجه دمك كده محدده، عايزين نشوف النتائج دي يا اخواننا، نحددها بشنو يا جماعه، بالمواصفات الهندسيه المحدده لمشروع شنو، لمشروع معين. طيب في عوامل يا جماعه بتاثر ايضا يا جماعه على عمليه الدمك، عاوزين نتعرف على هذه العوامل، خمسه او ست عوامل نتعرف عليهم ان شاء الله كده سريع. ونشوف اختبارات او اختيار المعدات المناسبه لدمك التربه في الموقع بما يتناسب مع نوع المشروع. هنشوف الكلام ده اخواننا في الحقل اللي هي زي الالات بتاع شنو يا جماعه، المداحيل والالات بتاعت حتى اللي استخدموها اخواننا في المشاريع بتاع شنو، المشاريع بتاعت الطرق الكبيره. طيب هنستخدم برضه اخواننا، هنتعرف برضه على التجارب اللي بنستخدمها في العمليه بتاعت الدمك، اذا كان اخواننا اختبار بروكتور القياس او اختبار بروكتور المعدل او اختبار هارفردز، اختبارات كثيره جدا جدا ممكن نتعرف عليها. طيب اذا نبدا، ما هو الدمك؟ الدمك يا اخواننا بيسلين احد المتطلبات الاساسيه في شنو في المشاريع المرتبطه بشنو باعمال التربه واعمال شنو واعمال التشييد، ومن اهم الطرق واهمها هي اعمال الطرق. طبعا اخواننا بنجي شيد اخواننا الطبقات الطرق، اذا كانت الصبيز او البيز او الصبيز اللي هي الاساس، الاساس والاسماس الاساس المساعد او طبقه الردميه، بنحتاج شنو يا جماعه لاعمال بتاعه دم. برضه يا اخواننا لما نجي نشيد الاساسات بتاعت المباني العاديه، برضه يا اخواننا شنو يا جماعه، بعد ما نصب الابيان بتاعتنا برضه يا اخواننا بنجيب التراب من الفرصان المحسر ونعمل برضه يا اخواننا عمليه بتاع الدمك. ايضا اخواننا بعد ما نصب القواعد بتاعتنا الخرسانيه برضه اخواننا نستخدم المواد بتاعت المخلفات بتاعت الحفر، او ممكن نجيب تراب خرساني برضه اخواننا بنعمل اعمال بتاع الدمك. اذا اخواننا الدمك هيلاقينا كثير جدا في المشاريع بتاعت التشييد. طيب ويعرض دمك التربه انه الطاقه الميكانيكيه، الطاقه الميكانيكيه التي تؤدي الى زياده كثافه التربه وذلك بطرد الهواء والماء الموجودين في شنو حبيبات التربه. هي عمليه ميكانيكيه المقصود منها اخواننا نطرد شنو، نطرد الفراغات الهوائيه الموجوده بين الحبيبات التربه، وبالتالي اخواننا نعيد رص حبيبات التربه، نسموها اعاده شنو، اعاده رص الحبيبات. يعني مثلا اذا كان عندي طبقه بتاع التربه يا اخواننا سمكه نقول كان 40 سنتيمتر، اول يا جماعه ما اجري عليها عمليه بتاع الدمك
كويس، فممكن اخوانا يتغلص السمك بتاع الطبقه دي من 40 سنتيمتر لكم؟ ل 25 سنتيمتر. يبقى اخوانا طلبنا شنو؟ طلبنا الفراغات الهوائيه الموجوده. يبقى اذا شنو يا جماعه؟ عدنا العمليه بتاعت رص الحبيبات. اذا تهدف عمليه دمك التربه الى تحسين خواص التربه الهندسيه. طيب اذا لما نعمل العمليه بتاعت دمك اخوانا ممكن شنو يا جماعه؟ نزيد مقدره التحمل. طيب اخوانا اذا بقت ضعيفه يا جماعه، واحده من الطرق اللي بنعالج بها اخواننا مشاكل الاساسات اللي هي شنو يا جماعه؟ لو في منطقه مثلا فيها الاساس كان ضعيف كده شويه، بنحفر اخواننا زي ما ذكرنا، وممكن اخواننا نعمل طبقه بتاع التربه ونعمل اخواننا عمليه بتاع الدمك، فممكن نزيد اخواننا مغرب بتاع تحمل التربه، ودي اخواننا اسمها سول ستابيلايزيشن. كويس، هنشوف ان شاء الله اللي قدام. ايضا يا جماعه اذا كان في هبوط في التربه ممكن برضه اخوانا عن طريق الدمك ممكن برضه شنو يا جماعه نقلل من شنو يا جماعه الهبوط، الحد من هبوط التربه، وتقليل شنو يا جماعه تقليل نسبه الفراغات الموجوده بين حبيبات التربه. التحكم في التغيرات الحجميه للتربه من حيث الانكماش والانتفاخ برضه اخوانا عن طريق الدمك ممكن شنو يا جماعه اقدر شنو يا جماعه اتحكم اعمل كنترول لشنو للحاجه دي. طيب برضه اخوانا خفض نفاذيه التربه للمياه برضه اخوانا بيتم عن طريق شنو؟ من طريق عمليه شيء اللي هي عن طريق اعمال شنو؟ اعمال الدمك. برضه يا اخوان الكلام ممكن لاقينا اخوان لما نيجي نشيل الاساسات بتاع شنو يا جماعه؟ اساسات اللبشه والحصيره. فدائما اخوان الناس لما نحفر الاساسات 4 امتار 3 امتار هي تحت، في بعض الاحيان اخوان ممكن تجي شنو يا جماعه؟ تجي مياه سطحيه او مياه شنو يا جماعه؟ ممكن تكون شنو يا جماعه؟ قريبه من شنو يا جماعه؟ من سطح الارض. فهنا لازم يا اخوان تنفس طبقات بتاع التربه وتعمل عمليه بتاع الدمك. فبكده ممكن تخفض شنو يا جماعه؟ تخفض النفاذيه بتاعت الترب. ما عملنا يا اخوانا عمليه بتاع الدمك يبقى اخوانا النفاذيه بتاعت الترب تكون شنو يا جماعه؟ ممكن تكون عاليه. ايضا اخوانا الحاجه المهمه برضه في الدمك اخوانا زياده عامل الامام ضد انزلاقات اورد مياه شنو؟ التربه. طيب كانت عمليه دمك التربه تتم بطريقه غير مدروسه ومعرض لكثير من المحاولات التي ينتج عنها بعض الاخطاء. طيب حتى العام 1930 قريب جدا يعني استطاع مهندس امريكي اسمه بروكتور ده بينا اخوانا جاء الاختبار بتاع شنو يا جماعه بروكتور القياسي العادي وبروكتور القياسي بروكتور القياسي المعدل. طيب ان يحدد مجموعه عوامل ترتبط بدمك التربه، هذه العوامل اخواننا اللي هي من الكثافه الجافه دراي دنسيتي اللي هو الجاما دي او الجاما دي او الرو دي، والمحتوى المائي الووتر كونتنت او الميجرمنت كونتنت، وعندنا يا جماعه الجهد المبذوذات او طاقه شنو يا جماعه طاقه الدمك الكومباكتيف ايفورت. ايضا اخوانا نوع شنو يا جماعه نوع التربه ذاته لان ده عاوز اجري عليها شنو يا جماعه عمليه بتاعت الدمك. طيب نمشي اخوانا نتكلم عن نظريه الدمك. يبقى الدمك بتتم العمليه بتاعت الدمك بتتم كيف؟ كومباكشن ثيوري. يحدث الدمك للتربة يعني تعرضها لضغط ينتج عنه إعادة ترتيب الحبيبات تحت تأثير محتوى مائي معين. يا اخوان لما نجي اجري عملية بتاع الدمك لازم يكون شنو يا جماعة؟ بجيب العينة بتاعت التربة او اجيب التربة بتاعتي وبضيف شنو يا جماعة؟ بضيف ماء لشنو؟ بضيف لا ماء للتربة عشان تحصل عملية بتاعت دمك. يبقى يا اخوان لو ما اضفت ماء ما بقدر شنو يا جماعة؟ ما بقدر اعمل عملية بتاعت دمك. يبقى وجود الماء اخوانا مهم جدا جدا، بيخمر جوه شنو يا جماعه التربه، وبعد ذلك ممكن اقدر اجري شنو العمليه بتاعت الدمك بطريقه شنو؟ بطريقه سهله. طيب يبقى زي ما ذكرنا يحدث الدمك للتربه عند تعرضها لضغط ينتج عنه اعاده ترتيب الحبيبات تحت تاثير محتوى مائي معين، ويمكن الغرض ويكمن الغرض من دمك التربه الى ايجاد اقصى كثافه جافه زي ما قال ذكرنا شنو يا جماعه الكلام ده كبير اللي هي الجاما دي ماكس. احنا اخواننا عايزين كل الكلام ده اخواننا الشيء اللي بيهمنا انه شنو يا جماعه نطلع قيمه الجاما دي شنو؟ الجاما دي ماكس. طيب الماكسيمم دراي دنسيتي ونسبه الماء الحرجه، انا محتاج شنو؟ المويه اللي انا محتاجها شنو؟ قدر شنو؟ نسبه الماء الحرجه. طيب اللي هي الاوبتيمم موجر كونتنت او ام سي المناظر لها او ما يسمى المحتوى المائي شنو؟ المحتوى المائي الامثل. طيب دي يا جماعه دي انواع التربه. دي تربه يا اخواننا قبل شنو قبل ما يجري عليها العمليه بتاعت الدمك. زي ما ذكرنا اخواننا في مخطط تطوير التربه دي العينه بتاعتي بتكون عباره عن شنو المكونات بتاعتها. اي عينه اخواننا يكون فيها مواد صلبه وفويس. الفويس يا اخواننا هي عباره عن ماء وشنو؟ وهواء، بتكون حجمها بسيط جدا جدا. طيب دي التربه قبل شنو؟ قبل الدمك. دي التربه شنو يا جماعه بعد العمليه بتاعت الدمك.
يعني بديت اجري عليها شنو يا جماعه، اجري عليها العمليه بتاعت الدم. كنا قلنا بنجري عمليه الدم لازم يكون في شنو يا جماعه، لازم يكون في شنو، لازم يكون في ماء. طيب لما نجي عمليه الدم اخوان انا بطرش شنو يا جماعه، بطرد الهواء الموجود. لاحظوا اخوان هنا الهواء كان كم كويس، هنا بيجي شنو يا جماعه، خلصنا شنو يا جماعه الحجم بتاع الهواء، يبقى طرش شنو يا جماعه، طردنا الهواء شنو، الهواء الموجود هنا. ده التعريف كبير اخوان عمليه بتاعت الدم. طيب التربه بعد زياده الدم، زيدنا دمك كده شويه برضه اخوانا، طردنا شنو يا جماعه، طردنا شنو، طردنا الهواء الموجود. طيب الكلام ده كله اخوانا بوجود شنو يا جماعه، بوجود لازم يكون في ماء عشان نعمل نقدر نجري عمليه شنو، اجري العمليه دي. طيب ممكن اخوانا اذا بقت اذا دولة زيد الكثافه الجافه اخوانا ممكن برضه زيد شنو يا جماعه، التربه شنو، تربه اضافيه كده بسيطه، اذا بقى اخوانا المحتوى الماء بتاع الماء بقى كده كتير، وبالتالي شنو يا جماعه بقدر شنو يا جماعه، بقدر اخلص اكثر من شنو يا جماعه من الفراغات الهوائيه الموجوده في التربه. يبقى شنو يا جماعه، دي بتبقى شنو يا جماعه العمليه ده المقصود من شنو يا جماعه من العمليه بتاعت الدمج. طيب يبقى المخطط ده هو عباره عن مراحل زياده الكثافه الجافه للتربه، ده المطلوب مني. طيب وتعد نسبه الماء الحرجه هي حد شنو يا جماعه، حد فاصل. ولاحظ اخواني هنا كل ما زيد المويه كويس لحد محتوى كده معين يا جماعه، بعدك شنو يا جماعه بتبقى التربه رخوه شديد. افترض شنو يا جماعه، ما احنا ما نكتر المويه كده كشديد عشان التربه ما تبقى شنو يا جماعه، تبقى حتى عمليه الدمج تبقى شنو، تبقى صعبه جدا جدا. فاذا كان المحتوى المائي للتربه اقل من هذا الحد فان التربه شنو يا جماعه تكون خشنه، بالتالي اخوان العمليه الدمج برضه كده بتبقى شنو صعبه. المويه برضه اخوان لو بقت كثير شديد برضه شنو يا جماعه بتبقى برضه عمليه الدمج برضه بتكون صعبه، فلازم برضه اخوان اضيف تربه حتى اقدر اعمل عمليه بتاع الدمج. وزاد فراغات كثيره تؤدي لانخفاض كثافه الجافه. اما اذا كان المحتوى المائي اعلى من هذا الحد فان حبه التربه تكون قابله للحركه والانزلاق، يبقى اخوان التربه تتحرك لان المويه شنو؟ المويه كده كثيره. طيب عشان اقدر بعدك اجري اخوان لازم اضيف شنو يا جماعه؟ لازم اضيف تربه عشان اقدر اجري العمليه بتاعت الدمك بشنو؟ بطريقه شنو؟ تكون صحيحه. طيب هنالك قال عده اختبارات تستخدم لدمك التربه في المعمل عوضا عنها في الحقل، وذلك نظرا لسهوله وسرعه اجراء الاختبارات. واهم شنو يا جماعه؟ اهم اختبار هو اختبار بروكتر القياس، ستاندرد بروكتر تيست. دي اخوانا بلاقيني جدا في كثير في حياتنا شنو العلمي والعملي ان شاء الله قدام. اختبار برضه اخواني بروكتر المعدل، حنتكلم ان شاء الله عن الاختبارين دين وحنشوف بنجريهم كيف والادوات المستخدمه فيهم والاختلاف بين الاختبارين دين، وان شاء الله حنجري على كل اختبار او على كل اختبار حناخذ مثال ونشوف الحل بتاعه كيف. طيب ايضا اخواني في اختبار هارفارد زي ما ذكرنا قبل، هارفارد تيست، والاختبار الاستاتيك الاستاتيك تيست. انا ذلك تركز اخوانا في اكثر اختبار اللي هو اختبار شنو يا جماعه بروكتر القياس واختبار بروكتر شنو المعدل، دي حيلاقونا كثير جدا في شغلنا ان شاء الله. واختبار بروكتر القياسي والمعدل هما الاكثر والاوفر والاسهل استخداما. طيب حنتكلم عنه ان شاء الله ويمكن تحديد الكثافه الجافه للتربه بمعرفه الكثافه الرطبه. سهل جدا جدا عشان نطلع يا جماعه الكثافه الجافه، احنا كلامنا كله يا جماعه عن الكثافه الجافه، كيف نطلع الكثافه الجافه؟ فالكثافه الجافه عشان اقدر اخواننا احسبها اول حاجه اخوان لازم يكون شنو يا جماعه؟ لازم يكون عندي قيمه الكثافه الرطبه او الكثافه شنو؟ الكثافه الكليه، ودي سهله يا جماعه، الكثافه الكليه بتساوي شنو يا جماعه؟ بتساوي دبليو اللي هو الوزن بتاع التربه على شنو يا جماعه؟ الوزن الطبيعي بتاع التربه على شنو؟ على الحجم بتاعه. مش كده؟ طيب يبقى الكثافه الجافه بتساوي يا جماعه الكثافه الكليه على شنو يا جماعه؟ على واحد زائد المحتوى المائي. يبقى برضه اخوان لازم شنو يا جماعه؟ اكون عارف المحتوى المائي بتاع التربه هو كم؟ نسبة المحتوى المائي للتربة. يبقى القامة دي يا شباب بتساوي شنو؟ بتساوي القامة، قامة توتال للكثافة شنو يا جماعة؟ الكثافة الرطبة أو الكثافة الكلية مقسومة على شنو يا جماعة؟ على واحد زائد شنو؟ ووتر كونتينت اللي هي دبليو دي أخوان عبارة عن شنو يا جماعة؟ عبارة عن ووتر كونتينت. طيب الووتر كونتينت ده أخوان بتكون كنسبة شنو؟ مئوية 20% 21% 60% 50% تقسيمة شنو يا جماعة؟ 50 على شنو؟ على 100. طيب وتمثل هذه العلاقة برسم منحنى بين نسبة المحتوى المائي للتربة على المحور الأفقي والكثافة الجافة برضه أخوانا على شنو؟ على المحتوى على المحور السوري الرأسي كما بالشكل ده. هنا دي يا أخوانا عندي شنو يا جماعة؟ دي الكثافة الجافة. طبعا الكلام ده أخوانا كله عشان يبقى يكون عندي أخوانا أربع عينات خمسة عينات عشان لو قدرت أطلع أخوانا الكثافة الجافة كويس، كل عين أخوانا أطلع لها شنو يا جماعة؟ الكثافة الجافة بتاعتها، ويجي بعدها شنو يا جماعة؟ مسيره هنا شنو؟ أفقي مع مزود المحتوى شنو؟ الماء اللي استخدمته أخوانا لكل عينة. هنشوف ان شاء الله اخواننا اللي قدام لو عندنا لو درجه الاختبار بتاع الكثافه الجافه ده اخواننا كويس، بيكون عندنا اخواننا مثلا اربع عينات او خمسه او سته عينات، كل عين اخواننا بديها محتوى ما يختلف عن شنو يا جماعه العين شنو؟
عن العين الثانيه. الكلام ده كله اخوانا عشان كله نطلع شنو يا جماعه الاو ام سي اللي هو المحتوى المائي شنو الامثل. طيب ده الغرض اخوانا من الاختبار. طيب ده اذا ده المنحنى النموذجي للدمك وعلاقته بشنو يا جماعه بخط التشبع. ده برضه اخوانا الخط الوهمي ده خط التشبع ده حيلاقينا اللي هو ساتوريشن اسمه ساتوريشن لاين. طيب وتمثل اعلى نقطه على المنحنى نقطه التقاطع بين اقصى كثافه جافه هنا يا جماعه اقصى كثافه جافه ها ونسبه الماء الحرجه المناظره ليها هنا النقطه دي اسمها اخوان نسبه الماء شنو الماء الحرجه او شنو يا جماعه المحتوى المائي شنو يا جماعه الامثل في العمليه بتاعه الدمك. يبقى اخوانا محتاج محتوى مائي امثل قدر كم مويه كم قدر كم عشان اجري العمليه بتاعه الدمك. طيب نتكلم اخوانا عن اختبار بروكتور القياسي بروكتور ستاندرد بروكتور تيست. يهدف هذا الاختبار الى تحديد اقصى كثافه جافه جاما دي ماكس ونسبه الماء الحرجه. يبقى ده هدف شنو يا جماعه الاختبار نطلع الكثافه الجافه ونسبه المويه شنو الحرجه او ام سي المناظره لها. ويتم هذا الاختبار بتحضير اربع او خمس عينات. حيكون عندنا اخوان اربع الى خمس عينات من التربه المعينه او المعنيه بحيث تتضمن كل عينه محتوى ماء يزيد عن سابقته بحوالي كم 2%. يبقى اخوان اي عينه تكون شنو جماعه بيختلف عن العينه الثانيه بحوالي كم 2% او تدمج كل عينه في قالب اللي هو عباره عن مول له ابعاد ثابته. طيب ده نشوف الاستاندر بتاعت القالب ده. قطر القالب اخوانا ديمتر اوف مول هو اربع بوصات اللي هو تقريبا 101.6 مليمتر. الارتفاع بتاع القالب الهاي اوف مول اللي هو 4.58 بوصه انش تقريبا بيساوي لنا اللي هو 116.43 مليمتر. حجم القالب 943.3 سنتيمتر مكعب. اخوانا تحفظ الحجم ده بالذات اخوانا مهم لانه حيلاقيني في شنو يا جماعه في الكالكوليشن. يبقى ده حجم التربه يا جماعه حجم شنو حجم القالب ده حنستخدم اخوانا 943.3 في شنو في حل الامثله بتاعت دمك التربه. يبقى دي اخوانا تقريبا دي المعده ده القالب بتاعنا ودي اخوانا عباره عن مطرقه استخدمها في العمليه بتاع شنو العمليه همر عمليه بتاعت دمك التربه. بندمك التربه ده اخوانا في القالب ثلاث طبقات وكل طبقه اخوانا بتاخد لها شنو 25 شنو 25 ضربه وتتوزع اخوانا شنو 25 ضربه في شنو يا جماعه في كل طبقه على شنو على 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 القالب. طيب ده القالب القياسي لدمك التربه في المعمل. طيب اذا دي كيفيه بتاع يتم في هذا الاختبار خلط التربه جيده بنسبه الماء المضافه ثم توضع في الغالب على ثلاث طبقات متساويه كويس وتدمج كل طبقه بمقدار كم 25 شنو 25 ضربه بواسطه مطرقه. المطرقه يا اخواننا وزنها كم شفناها قبل شويه يا اخواننا وزنها 2.5 كيلو جرام. اخواننا ركز يا جماعه بعد شويه كده اخواننا حنلاقي شنو يا جماعه وزن المطرقه في الاختبار المعدل هي كم يمكن اكثر من 4.5 كويس. وارتفاع السقوط بتاع المطرقه ده اخواننا 30.5 سنتيمتر 30.5 سنتيمتر. وبعد كل دمك التربه يتم ايجاد وزن شنو يا جماعه التربه ومن ثم الكثافه من العلاقه. الكثافه الكليه يا اخواننا بتساوي شنو يا جماعه بتساوي دبليو على شنو على في مولد حجم شنو يا جماعه حجم شنو حجم القالب وضحت. طيب قال حيث دبليو هي وزن عينه التربه المستخدمه وفي هي حجم شنو حجم القالب هو 943.6 سنتيمتر مكعب. وفي كل اختبار يؤخذ عين من التربه المستخدمه لتحديد نسبه المحتوى المائي وباستخدام المعادله اللي هي فوق جبيل اخوانا تحت الكثافه الجافه اللي هي معادله 4:1 يمكن تحديد الكثافه الجافه لكل اختبار ثم ترسم العلاقه بينها وبين نسبه المحتوى المائي لتحديد شنو يا جماعه الجاما دي ماكس وتحديد شنو يا جماعه او ام سي اللي هو الكثافه الجافه القصوى وتحديد شنو يا جماعه المحتوى المائي الامثل. سهل يا جماعه الاختبار ده حنشوف عليه ان شاء الله من سبعه شويه. نشوف اخوان اختبار بروكتور المعدل موديفايد بروكتور تيست. يعد هذا الاختبار طريقة معدلة ومطورة لاختبار بروكتور القياسي باستخدام نفس مواصفات القالب بهدف الحصول على نتائج تؤدي إلى زيادة أقصى كثافة جافة للتربة. يختلف اختبار بروكتور المعدل عن اختبار القياسي بالآتي. هنا اخوان عدد الطبقات هناك ثلاثة طبقات هنا شنو يا جماعة خمسة شنو؟ خمسة طبقات. وزن المطرقة هناك 2.5 كيلو جرام هنا اخوان وزن المطرقة شنو يا جماعة 4.54 كيلو جرام. ارتفاع السقوط هناك كان 30.5 سنتيمتر هنا اخوان ارتفاع السقوط المطرقه 45.72 سنتيمتر. طيب وغالبا تتراوح اقصى كثافه جافه لمختلف انواع التربه بين كم يا جماعه 13 كيلومتر
المتر المكعب إلى كم؟ 23 كيلو متر في المتر المكعب، بينما تتراوح قيم نسبة الماء الحرجة من 10% لحد كم؟ 20%. طيب جميل يا جماعة، لو تتذكر في المخطط لقينا إخواننا مصطلح اسمه خط شنو؟ خط التشبع. جميل يا هون، ده ممكن الناس ترجع له كده إخواننا سريع كده تشوفه في المخطط الجميل. ليش؟ لأن يا جماعة المخطط ده شنو يا جماعة؟ مخطط مهم، ده الخط ده اسمه خط شنو؟ خط التشبع. احنا اخواننا عاوزين شنو يا جماعه؟ بالنتائج اللي قبل شويه ده اخواننا بتاعت الاختبارات نوصل شنو يا جماعه؟ نوصل المنحنى ده، وبعد ذلك نطلع برضه شنو يا جماعه؟ خط شنو؟ خط التشبع. نتكلم عن خط التشبع ده. طيب قال يبين خط التشبع للتربه المعينه بالدمك، معني بالدمك وعلاقته بالمنحنى الذي يربط الكثافه الجافه بالمحتوى المائي، وقد يطلق عليه خط الفراغات التي بدون هواء اسمه زيرو اير فويد لاين، وهذا يعطي اقصى كثافه جافه للتربه وذلك في فراغات خاليه من الهواء وممتلئه تماما بالماء، اللي هي اخواننا درجه التشبع بتكون شنو يا جماعه؟ واحد، او بتكون 100 في شنو؟ 100%. طيب النتيجه ده اخواننا نتيجه شنو يا جماعه؟ عشان كده اخواننا بيسموه الخط الوهمي. نتيجه شنو يا جماعه؟ نتيجه نظريه، يعني بتكون صعب شويه زورك شنو يا جماعه يتحصل عليها في الواقع العملي. طيب يتم الحصول على كثافه التربه الخاصه بخط او منحنى تشبع بقيم مختلفه المحتوى المائي. طيب ال 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 القامه دي قامه ساف دي بتساوي شنو يا جماعه؟ بتساوي قامه دبليو اللي هو الوزن النوعي بتاع الماء، كويس، على واحد على جي اس زائد دبليو اللي هي دي الوتر كونتنت يا جماعه. دبليو دي الوتر كونتنت، والجي اس ده يا اخوان هو معروف اللي هو شنو يا جماعه؟ الثقل النوعي اللي شنو يا جماعه؟ الثقل النوعي للترب او لحبيبات الترب. قال حيث جاما زد اي في ده وعبارة عن وزن التربة عند درجة التشبع أو عندما لا توجد فراغات بهواء بشنو بالعين بتاعت التربة، وجاما دبليو هو الوزن النوعي، والجيس هو الوزن النوعي لحبيبات التربة، والدبليو أو الوتر كونتنت هو عبارة عن محتوى شنو؟ الماء للتربة. طيب يبقى يا اخوانا ناخذ مثال نوضح فيه شنو يا جماعة كيف نستفيد يا اخوانا من العلاقات والكلام اللي ذكرناه قبل ده نشرح. طيب التجربة بتاعت اختبار بروكتر القياسي، ومثال برضه اخوانا على اختبار بروكتر القياسي المعتمد. طيب قال الجدول 4-1 يبين نتائج اختبار بروكتر القياسي والمطلوب تحديد اقصى كثافة جافة ونسبة الماء الحرج المناظرة ليه. الكلام ده كله اخوانا شرحناه قبل. طيب عندنا اخوانا 6 عينات زي ما شايفين، عين من 1 لحد 6 عينات. عندنا وزن القالب يا اخوانا، وزن التربه في القالب. العين الاولى 1847.71، العين الثانيه 2037، والعين الثالثه 2163، وهكذا. نسبه المحتوى المائي يا اخوان في كل عينه، العين الاولى 6، العين الثانيه 8، العين الثالثه 10.58، والعين الرابعه 12، وهكذا. لاحظ يا اخوان كل عينه بتختلف شنو يا جماعه المحتوى المائي عن الثانيه. طيب عاوزين يا جماعه شنو يا جماعه؟ نحدد اقصى كثافه جافه، ونحدد شنو يا جماعه نسبه المويه شنو؟ نسبة المويه المناظرية. الكلام ده سهل يا جماعة. أول حاجة يا جماعة زي ما ذكرنا أول خطوة هنعملها عندي الوزن يا جماعة، وزن التربة موجود، الوزن موجود. من الوزن ده يا إخواننا نطلع شنو يا جماعة الكثافة شنو؟ نطلع الكثافة الرطبة أو الكثافة شنو؟ الكثافة الكلية اللي هي القامة، مش كده؟ القامة بيساوي دبليو، دي الأوزان يا جماعة بتاعتي، دولية على شنو؟ على في. في يا إخواننا هي عبارة عن شنو يا جماعة؟ حجم القالب، واللي هو 943.6 سنتيمتر مكعب. يبقى اخواني لكل عين من العينات ديل بطلع شنو يا جماعه؟ بطلع لها قامه، قامه بيساوي دبليو على في. دي الدبليو العين الاولى 1847.71 على كم؟ على 943. كنت طلعت شنو يا جماعه؟ طلعت الكثافه الرطبه اللي شنو؟ للعين الاولى، تمام؟ وهكذا العين الثانيه والعين الثالثه لحد العين السادسه. طيب بعد ما طلعنا اخواننا الكثافه الرطبه لكل عين، وبعد ذاك اخواننا اجي احسب شنو يا جماعه؟ الكثافه الجافه لكل عينه. طيب الكثافه الجافه يا اخوان، النتيجه بتاعت الكثافه الرطبه يا جماعه جاتني دي، اقسمها بزع على شنو يا جماعه؟ على 1 زائد شنو يا جماعه؟ 1 زائد المحتوى المائي. يعني مثلا العين الاولى كويس قيمه الكثافه الرطبه كويس اقسمها على 1 زائد 6 على 100 اللي هي 6%، 1 زائد 0.06 6% اللي هي 1.6 شنو؟ على 1.6%، وهكذا العين الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه. طيب نشوف الكلام ده يا اخواننا حل. قال حيث ان حجم القالب هو 943.6 سنتيمتر مكعب، ومعطى في هذا المثال وزن العينات التربه. يبقى شفناه اخواننا 6 عينات، فان كثافه التربه لكل عين يمكن تحديدها من علاقه
جاما بيساوي دبليو على شنو؟ على في ام. في ام دي يا اخوانا حجم شنو؟ الام دي يا اخوانا وصل بها المولد اللي هي حجم شنو يا جماعه؟ حجم القاعده. ومعرفه كثافه التربه الرطبه يمكن تحليل الكثافه الجافه لكل عين من خلال العلاقه الموضحه في المعادله 4-1. والجدول 4-2 يبين خطوات الحل لهذا المثال مع الاخذ في الاعتبار تحويل الوحدات من جرام على سنتي المكعب الى شنو يا جماعه؟ كيلو متر على شنو؟ متر مكعب. بوريكم ان شاء الله ما في حاجه. وفي مايل الجدول او الشكل 4 يبين العلاقه بين اقصى كثافه للتربه ونسبه الماء الحرج المتوفر لها. طيب دي الخطوات اخوانا بتاعت الحل يا هندي عشان نحل. طيب بنعمل اخواننا جدول بالطريقه دي. دي العينات اخواني من العين الاولى لحد العين السته. دي الوزن دي الاوزان اللي لها قبل شويه اخواننا بالجرام يا هندين. ده الحجم بتاع القالب ثابت يا شباب لست عينات 943 بونسلين. تمام. يبقى اخوان اول حاجه حطلع شنو يا جماعه؟ اول شيء هحسب الكثافه شنو؟ الكثافه الرطبه. الكثافه الرطبه يساوي شنو يا جماعه؟ يساوي دبليو 1847 71 مقسوم على شنو يا شباب؟ مقسوم على 943 بونسلين. حتجيك النتيجه الطوال حتجيك 1.96 دي بالنسبه للعينه الاولى. العينه الثانيه 2037 على 943 حديك 2.12 خلاص. العينه الثالثه 2163.13 على 943 وهكذا 2.29 وهكذا لحد العينه شنو؟ العينه السادسه. يبقى اخواننا طلعنا الكثافه الجافه لكل العينات بالجرام على سنتيمتر مكعب. تمام. ممكن يا جماعه بعد ذلك احول الكثافه دي من جرام على سنتيمتر مكعب لشنو يا جماعه؟ لكل متر على متر مكعب. دي اضربها في كم؟ اضرب الرقم دي في كم يا جماعه؟ اضربها في كم؟ 1.96 دي اضربها في 9.81 كويس. حتجيك شنو يا جماعه؟ 19.22 2.12 في 9.81 حتجيك 20.8 2.29 في 9.81 حتجيك كم؟ 22.5 ما في حاجه يعني. طيب الكلام المهم يا اخواننا نجي شنو يا جماعه؟ نطلع او نحسب الكثافه الجافه. طيب يبقى دي الكثافه الرطبه جاتني دي يا جماعه. اذا كان بالوحده دي يا جماعه اول بالوحده دي احنا هنشتغل بالوحده دي حاول ناسي قبل شويه دي اللي هي 19 بالنسبه للعين الاولى 19.22 هقسم على كم؟ على 1 على 1 زائد 6 على 100 اللي هي دي اخوانا على المحتوى المائي. على 1 زائد شنو؟ المحتوى المائي. 6 على شنو؟ 6 على 100 اللي هي 6 من 100 اللي هي 1.6% اللي هي 19.22 على 1.6% هتجيك كم؟ 18.13 التمييز اللي هي شنو يا جماعه؟ كيلو متر على شنو؟ متر مكعب. العينه الثانيه الكثافه الرطبه الكثافه الجافه دي بيساوي شنو يا جماعه؟ بيساوي الكثافه الرطبه على 1 زائد المحتوى المائي على 100 اللي هي 20.8 اقسم على 1 زائد 8 على 100 اللي هي 1.80% اللي هي بتبقى 20 على 1.80% حتجيك كم؟ 19.26 كيلو متر على متر مكعب. وهكذا يا جماعه لكل العينات. فيجي بعد ذلك اخوانا امثل الكثافه الجافه دي للست عينات دي مع شنو يا جماعه؟ مع المحتوى المائي لشنو؟ للست عينات اللي هي دي يا شباب. موضوع سهل جدا جدا. دي هنا اخوان افقين عندنا المحتوى المائي عينات السته وراسين عندنا شنو يا جماعه؟ شنو القيم بتاعت الكثافه الجافه اللي شفناها في اخر شنو؟ في اخر كولم. طيب لو جيت مثلت اخوان هتلاقي شنو يا جماعه؟ هتلاقي شكل مخطط كده. انت ممكن تقوم توصله باليد شكل مخطط للست عينات دي 1 2 3 4 5 6. بعد اخوان هنا ده ممكن شنو يا جماعه؟ تقوم توصل هنا لحد ما تقاطع عليك كويس. وتوصل بعدك اخوانا خط افقي سوري راسي كده عديل عشان اديك شنو يا جماعه قيمه المحتوى المائي شنو؟ المحتوى المائي الامثل. واضح يا شباب؟ فيمكن يا اخوانا دي مثال كده بسيط للتجربه بتاعتنا. طيب القامه دي ماكس اخوانا من الهناي ده من المخطط ده هتلقاها عملت معاك 20 بوينت كم؟ 20.43 والمحتوى المائي هو 11.4 اللي هو جاي معايا هون ده. طلعوا كيف يا جماعه القيم دي؟ طلعها كده ده زي ما ذكرنا بنمثل كده. شوف هنا دي اقصى قمه دي هنا يا جماعه تقاطع هنا طوال كده عمل خط افقي ومن النقطه دي ذاتها يا جماعه نزل شنو يا جماعه؟ خط راسي اللي هي جت معاه 11 بوينت شنو؟ دي 12.4 تقريبا 11.4. ودي يا اخواننا قيم شنو يا جماعه؟ قيم الكثافه الجافه القصوى وقيم شنو يا جماعه؟ الماء المحتوى المائي الامثل الناظر له. طيب نمشي يا اخواني لحاجه ثالثه العوامل المؤثره على شنو يا جماعه؟ العوامل المؤثره على الدمك بتاع التربه. طيب الفاكتور افورت افكتنج. طيب باستخدام اي نوع من اختبارات الدمك فان الخواص الهندسيه للتربه المدموكه وتركيبه حبيباتها تتاثر مباشره بعده عوامل اهمها
نوع التربه ذاتها تاثر على عمليه الدمج حسب نوعها وخواص حبيباتها، مثل شكل الحبيبات وتوزيعها والوزن النوعي ليها ونسبه المواد الطينيه فيها. ايضا اخوانا الطاقه تحت الدمج اللي هي الاله اللي اخوانا بتستخدمها في عمليه الدمج والوزن بتاعها ذاته كويس. قال تعد طاقه الدمج المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على جوده درجه جودة دمك التربة، ومن الملاحظ أن الزيادة في طاقة الدمك تؤدي إلى زيادة في الكثافة الجافة. عشان كده أخواننا في البيوت بتاعتنا البسيطة أخواننا زول لما نجي مثلا نشيل له غرفة كويس، بعض بنصب البيم ويجيب أخواننا التراب، وفي ناس أخواننا بيستخدموا آلات معدات كده بسيطة جدا جدا، يقوم يجيب له أخواننا مندال، بسميها المندالة دي أخواننا كويس، اللي هي باغة كده يقوم يصف فيها غرصان ويقوم شنو جماعة يستخدمها عشان شنو جماعة يعمل بيها عملية الدمك. طبعا ممكن اخوانا تجيب جهاز عادي اخوانا بتاع الدمك وتجري العمليه بتاع الدمك، كل ما اخوانا شنو يا جماعه كل ما زادت الوزن بتاع الاله دي اخوانا كل ما شنو يا جماعه كل ما شنو يا جماعه الدمك شنو يا جماعه الدمك ممتاز، او كل ما زاد شنو يا جماعه الكثافه الجافه ونقصان في المحتوى المائي لجميع انواع التربه. وهذا واضح جدا في الفرق بين اختبار بروكتر القياس واختبار بروكتر المعدل، لان اخوانا هناك وزن المتر لو تتذكروا كان 2.5، وهنا اخوانا الوزن كان شنو يا جماعه 4.58 تقريبا، ضعف شنو تحفى القيم. وحسابين في نطاقة الدمك لكل وحدة كيلوجرام يمكن تحديدها بالعلاقة الآتية. E بيساوي E للطاقة اخوان انرجي يساوي MB في NI في H في شنو في WH على شنو على DM. DM ده اخوان الحد بتاع الكالب. MB عدد الضربات في كل طبقة، وال NI هو عدد الطبقات نمبر اوف شنو يا جماعه نمبر اوف لايرز او ان ال سيلز في الحقيقه. والاتش ده اخواننا ارتفاع المطرقه دي ذاتها كويس، هناك اخواننا ارتفاع 30.5 وهنا ارتفاع كم 45.7. الدبليو عباره عن شنو؟ عباره عن وزن بتاع المطرقه بتاعت الدمك. طيب دي يمكن اخواننا الفيم، وبالتالي في نطاق الدمك التي يولد اختبار بروكتر القياسي الاي، لو قمت اخوانا اوطي القيم دي كلها كويس حتلقى اخوانا في الـ في الـ في الاختبار بروكتر القياسي 594.7 كل جول على شنو على المتر مكعب للطاقه اللي بيولد لنا شنو يا جماعه طاقه الدمك اللي بيولد لنا الاختبار ده. طيب لو جيت اخوانا الاختبار الثاني اختبار بروكتر المعادله عليها كم 2600 كم 98 كيلو جول على شنو على المتر مكعب. اخوانا كل ما زدنا شنو يا جماعه الوزن بتاع شنو يا جماعه حيث ان طاقه الدمك الناتجه من اختبار الدمك المعدل تزيد اربع اضعاف شنو يا جماعه الطاقه الناتجه عن شنو اختبار البروكتر شنو القياسي اربع اضعاف. طيب العامل الثالث اخوانا هو المحتوى شنو المحتوى المائي، مهم جدا جدا اخوانا ما بنقدر اخوانا نعمل عمليه بتاع الدمك من دون شنو يا جماعه من دون محتوى شنو من دون محتوى مائي، فمهمه شديده يا جماعه. طيب ايضا يا شباب عندنا دمك التربه في الموقع برضه اخوانا شنو يا جماعه دي من الحاجات المهمه جدا جدا وبيستخدم اخوانا فيه معدات كثيره جدا جدا في الموقع. طيب الاختبار اخوانا بنجيله في الموقع بيختلف شويه عن الاختبار بنجيله في الفيلد. طيب بنستخدم اخوانا الطرق الاتي، نستخدم اخوانا طريقه المخروط الساند كون ميثود وطريقه البالون المطاطي والطريقه شنو النوويه. المعدات المستخدمة اخواننا في الموقع كثيرة جدا جدا، عندنا اخواننا المداحل البلاعات المطاطية وايضا اخواننا ممكن الكلام ده كله نشوف في صور ومداحل ارجل الغنم كويس والمداحل الاهتزازية، ويمكن دي اخوان الالات او المعدات بنستخدمها اخواننا في الدمك شنو الدمك في موقع العمل. دي الالات المستخدمة دي المداحل البلاعات المطاطية دي كلها اخواننا يستخدمها في طبقات شنو يا جماعة في طبقات تشييد طبقات او طرق. دي ارجل الغنم مدحلة ارجل الغنم لو حصل اخواننا طيب ايضا دي يا جماعه عندنا دي المداحل الاهتزازيه بصحي املس تعمل بتولي شنو يا جماعه بتولي فايبريشن، وبالتالي اخواننا ممكن نقدر اعمل بها عمليه بتاع الدمك. دي اخواننا ده الجهاز بتاع الهزاز البسيط هزاز اليد بنستخدمه اخواننا في شنو في الاعمال بتاعت الدمك اللي بيكون شنو يا جماعه بيكون بسيط في المواقع بتاعت التشييد البسيطه دي. نكتفي ان شاء الله اخواننا بالجزيري كويس. في مثال هنا اخواننا بيوضح لنا اخواننا كيف نعمل طريقه مخروط الرمل او الكثافه الجافه للتربه المدمجه في الموقع، مدينا اخواننا شنو مدينا المعطيات اللي هي كثافه الرمل المستخدم ووزن الرمل المستخدم يمكن الارقام مكتوبه وزن التربه بعد التجفيف طوال اخواننا حجم الحفره
ال V ال volume of hole يساوي شنو يا جماعة؟ بيساوي الوزن على شنو؟ بيساوي الوزن على الكثافة، مش كده؟ فممكن تطلع اخوانا الحجم بتاع الحفرة اللي هو 321، الكثافة الجافة اللي هي طوالي شنو يا جماعة؟ جامو دي بيساوي شنو يا جماعة؟ بيساوي جامو دراي، التصوير على شنو يا جماعة؟ على حجم الحفرة. فمعطيات بسيطة اخوانا، ممكن نزول الدير تطبيق شنو؟ ويحل شنو؟ يحل المسألة بتاعته بكل شنو؟ بكل سهولة. الناس تراجع الأرقام دي اخواننا وتحلها شنو؟ تحلها تمام. احنا اخواننا بيهمنا أكثر حاجة شنو يا جماعة؟ الإجراء الاختباري بتاع الدمك في شنو؟ في الموقع بتاع العمل. طيب شكرا لكم، جزاكم الله خير، وبالتوفيق ان شاء الله لكم.